محمد عبد الرازق مندوب نادي اصحاب الجهاد. الحمد لله رب العالمين. كره اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناه الاتحاد المصري لكره اليد على التغطيه الكامله لجميع مباريات الدوري الممتاز الف، وطبعا الحمد لله رب العالمين على ان المباريات شغال، الدوري الممتاز شغال الحمد لله في ظل ظروف البلد. الحمد لله مع قياده الدكتور خالد حموده والمميز والجريء رئيس لجنه المسابقات الكابتن سعيد عبد المنعم. والحمد لله رب العالمين بالنسبه لنادي اصحاب الجهاد، الحمد لله رب العالمين مباراه ورا مباراه ماشيين اول الحمد لله رب العالمين بتفوق، والحمد لله واخدين مباراه مباراه بالنسبه للفريق الاول وبالنسبه للمرتبط انهم اللعيبه رجاله الاثنين. والحمد لله رب العالمين تعب موسم بالكامل، تعب جهاز، تعب لعيبه، الحمد لله رب العالمين اسره واحده بالنسبه للفريق الاول بالنسبه للمرتبط، الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله باذنك انت يا رب، باذنك انت يا رب اتحاد كره اليد على راسهم الدكتور خالد حموده ان شاء الله نرجعه باذنك انت يا رب، زي ما خدنا كاس العالم الناشئين ان شاء الله ناخد كاس العالم باذن الله اللي جاي باذنك انت يا رب، ونفضل في المربع الذهبي نرجع زي زمان ان شاء الله، ونطلع مواهب طول ما الدوري شغال، طول ما هنلاقي مواهب كل سنه على الاقل 3 4 لعيبه في جميع المراحل السنيه ان شاء الله باذنك انت يا رب.